الأستاذ جوهر بن مبارك، منسق عام شبكة دستورنا. مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. منور تسوسة بك. أهلا منور تسوسة. جاي تعمل في السياحة ولا جاي في إطار نشاط؟ لا لا، جاي في إطار نشاط. يعني اليوم شبكة دستورنا نظمت يوم في حي الرياض بسوسة. صباح هذا اليوم نظمنا يعني دورة في كرة القدم يعني من داخل الحي، ومن المفروض انه مش ننظموا العشيه الساعه الخامسه ندوه كان مبرمج تنظيمها في دار الشباب في حي الرياض بعنوان سبل حمايه الشباب من العنف. كان المفروض انه يجي فيها مجموعه كبيره من الضيوف، سي سعيد العايدي، المنيف، وعدد اخر من الضيوف، لكن ما رعنا الا انه المندوب الجهوي للثقافه ومدير دار الشباب بحي الرياض يبلغونا في اخر وقت البارح بمكتوب يقولوا انه يمنعوا فيه ويرفضوا الترخيص لهذه الندوه بدون يعني بالاعتماد على منشور وزير الشباب والرياضة اللي يقول انه المحلات هذية والاماكن هذية ما يمكنش انه فتحها للاحزاب السياسية من اجل ان تنشر فيها، واحنا بطبيعة الحال مدينا وزارة الثقافة، وزارة المندوبية الجهوية للثقافة بسوسة بنسخة من الرائد الرسمي اللي بين شبكة دستورنا، هي جمعية وماهيش حزب سياسي. ثم قال انه ضروره الابتعاد عن توظيف دور الشباب الاجندات السياسيه، احنا ماناش جايين نعملوا في اجنده سياسيه، هو نشاط اجتماعي، نشاط ثقافي توعوي بخصوص كما قلت لك سبل حمايه الشباب من العنف. الاغرب من هذايا هو انه في تبرير رفض هذايا، واعتقد انه هذه ظاهره بدات جديده، لانه كان المنع. ظاهره شنو؟ ظاهره العنف؟ لا، ظاهره المنع. المنع من طرف سلطات رسميه. بدات العمليه بمنع المظاهرات والتظاهرات في شارع الحبيب بورقيبه، تذكروا يعني الحلقات المتتاليه بعد 9 ابريل، ثم التحرك بتاع 13 اوت اللي منعته وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة. بدأت الآن منعنا من دخول الفضاءات العمومية، الفضاءات المفروض أن تكون أطر للحوار والحوار مع الناس ومع المواطنين ومع الشباب بخصوص مشاكلهم، بخصوص مسائل اجتماعية، بعيد عن التوظيف السياسي وبعيد عن الدعاية الحزبية، في الوقت اللي أحزاب سياسية والأحزاب الحاكمة والحزب الحاكم خاصة يعني كل الفضاءات العمومية الشبابية والثقافية مفتوحة أمامه، ونشوفوا يعني أعضاء في الحكومة وأعضاء في الديوان السياسي كما كانوا يقولوا يعني يتراتحوا على الفضاءات العمومية، على دور الشباب ودور الثقافة. جمعيات تحاول أن تقدم نشاط وتقدم يعني إضافة لشباب مناطق مهمشة وما فيهاش أنشطة حقيقية، وما يمنعونا. قال لك الصالة يا سيدي، شو قال هو؟ بالإضافة إلى تزامن النشاط، هذا أقرأ، بالإضافة إلى تزامن النشاط المقترح اللي هو الندوة بخصوص حماية الشباب من العنف، تزامن النشاط المقترح مع استغلال قاعة العروض، هذه القاعة بالمؤسسة في أنشطة الرياضات الدفاعية، كاراتيه وزمقتال، يعني مش عاملوا موازي خلافي في الصالة، لذلك مش ممكن أن ننظم فيها ندوة، يتعذر أن نقوم بندوة نوعي فيها الشباب من مخاطر الوقوع في فخ العنف، لأنه فما الزمقتال في القاعة هذه. هذه تبريرات واهية وتبريرات سياسية، هذا هو السياسة، هذا هو توظيف مؤسسات ثقافية والمؤسسات الشبابية في أجندات سياسية. المنع هذا هو الأجندة السياسية، لانه المنع هذا يندرج في نطاق توجه سياسي، في نطاق توجه حزبي، مش حتى سياسي، توجه حزبي لمنع كل الناشطين
وكل يعني الحقوقيين وكل السياسيين من انهم يدخلوا الى مناطق ربما في اذهان البعض هي مناطق ممنوعه علينا وحكر على مجموعه دون اخرى. لا يا سيدي، كل شبر من تراب الجمهوريه التونسيه هو مكان للحريه ولممارسه الحريه ولممارسه حريه التعبير. المنع هو جزء من هذا التوظيف السياسي للفضاءات الشبابيه والفضاءات الثقافيه في البلاد. ونحن نرفض هذا المنع ونندد بهذا المنع ونندد بوزير الثقافه وبوزير الشباب والرياضه تنديد رسمي، وسنصدر بيان يعني على اثر يعني مساء هذا اليوم للتنديد بقرار وزير الثقافه، لانه في نهايه الامر مندوب الجهوي للثقافه ما هو الا سبب ما على دين، لا يبل لا علم. المساله كلها مربوطه بالوزير، وزير الشباب والرياضه اللي هو سلطه الاشراف هو الذي يقرر. احنا نعرف انه التنظيم الاداري والتنظيم السياسي في تونس المندوبين الجهويين وكل المسؤولين الجهويين ناس صببت ما على دين ومنفذين لاوامر، تجيهم اوامر. سيد طارق ديابي وزير الشباب والرياضه هو المسؤول على التوظيف السياسي الحزبي لصالح الحزب الحاكم الذي ينتمي اليه للفضاءات الشبابيه والفضاءات الثقافيه. بكري متعدي خارج من تونس في مدينه اريانا. نلقى انه الملعب البلدي لمدينه اريانا اللي هو جزء من الفضاءات الشبابيه تابع لوزاره الشباب والرياضه هكا ولا وتابع للبلديه تابع لهياكل رسميه في الدوله. يعلنوا انه فما تنظيم اجتماع جماهيري تنظموا حركه النهضه باسم حركه النهضه، وسيتم فيه استدعاء اعضاء من المجلس التاسيسي وممثلين عن الحكومه وديوان اعضاء عن الحكومه وحزب النهضه. هذايا ماهوش توظيف سياسي، هذايا حزب حاكم يجيب اعضاء من الحكومه وزراء وكتاب دوله ونواب للحزب هذايا باش ينظموا اجتماع شعبي بدون موضوع، لا اجتماع حول دعم سياسه الحكومه في فضاء شبابي في فضاء ثقافي في يعني ملعب بلدي. هذايا ما نسميه بالكيل بميزان بمكيالين، الكيل بمكيالين. نعاود نحب نندد بشكل واضح وصريح بهذا المنع، ونعتبره يعني ظاهره خطيره بدات تتسرب تدريجيا بعدما تم استعمال وسائل اخرى لمنع الناشطين والحقوقيين والسياسيين من انهم يمارسوا عملهم بكل حريه في الاتصال بالمواطنين، في تبليغ رايهم، في محاوله الاقناع، في محاوله التاطير عن طريق استعمال الميليشيات، عن طريق استعمال السلفيه، عن طريق استعمال العنف، يعني توظيف جزء من الشعب وجزء من المواطنين ضد الجزء الاخر. لكن لما فشلت التكتيك هذه وبينت حدودها امام صمود الناس وامام يعني صمود الديمقراطيين في الدفاع والذود عن حريه التعبير وحريه الراي وحريه العمل السياسي وفتح الفضاءات العموميه، هذا ما كنا نطالبوا به منذ سنوات. لما فشلت العمليه هذه او هي في طريقها للفشل، الان يعتمدون طريقه اخرى هي استعمال وسائل الدوله واستعمال قرارات الدوله وسلطة الدولة من أجل منع كل نشاط مدني، كل نشاط للمجتمع المدني، كل نشاط ربما يشم من وراءه حرية رأي أو حرية نقد أو سعي إلى تطوير الوعي الشبابي في تونس. المسألة هذه أساسا تهم بعض المناطق، يعني المناطق الشعبية ممنوعة على الديمقراطيين، ممنوعة على جزء من الطيف السياسي، ممنوعة على جزء من الطيف المدني. علاش في تقديرك؟ أعتقد أنه المسألة انتخابوية بحتة. يعني أنه اليوم نعيش في وضعية فيها الحزب الحاكم والدولة ومؤسسات الدولة والحكومة في حملة انتخابية سابقة لأوانها. حملة انتخابية، وهذا ربما يفسر لنا معطيات كثيرة شنو قاعد يقع في البلاد. أنا تحليلي هو الآتي، هو أن الحزب الحاكم وصل إلى قناعة
وصل الى قناعه انه الفتره المتبقيه قبل تنظيم الانتخابات مهما كانت معناها اشهر قليله او اشهر طويله فانها غير كافيه من اجل ان يحقق مكاسب انتخابيه على المستوى على مستوى الانجازات الاقتصاديه والاجتماعيه، يعني انه يحقق الوعود التي ويفي بالوعود التي قدمها في الانتخابات. وفهم الحزب الحاكم انه غير قادر، الحكومه غير قادره في الفتره القادمه ان تحقق شيء هذا. لهذا اعتقد ان سياسه الحكومه اليوم كل منصبه حول موضوع واحد، هو الاعداد للانتخابات القادمه وجر كل مؤسسات الدوله وكل البلاد في اتجاه الحمله الانتخابيه. هذا اللي بر مساله محاوله حزب الحاكم وضع يده على اجهزه الدوله ووضع يعني انصاره ومواليه ومناظريه في المفاصل الاساسيه للدوله على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني. هذا نشوفه فيه في النيابات الخصوصيه، نشوفه فيه في الادارات المحليه، نشوفه فيه في الادارات الجهويه، في المديرين الجهويين، في الولايات، في المعتمدين، في كل مفاصل الدوله على المستوى الجهوي، كلها يتم يعني زرع مناظري حزب معين وحزب حاكم بذاته في المفاصل الأساسية للدولة من أجل السيطرة والهيمنة على المفاصل هذه. يبدو أن حركة النهضة فهمت أن التجمع الدستوري الديمقراطي كان يربح الانتخابات باستعمال جهاز الدولة، وأنه لا يمكن لها الآن بعد ما فاتها قطار تحقيق الإنجازات اللي تمكنها من الانتصار في الانتخابات، فإن اليوم تبحث على السيطرة على جهاز الدولة لكي تخوض العملية الانتخابية والمعركة الانتخابية باستعمال جهاز الدولة، وتعرف أن التجربة التونسية والتاريخ التونسي يمكن من كان مسيطر ومهيمن على جهاز الدولة أنه ينتصر في الانتخابات. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني من سياسة الدولة كلها هو متجه في اتجاه الهيمنة على الإعلام، لأن الإعلام جزء أساسي من العملية الانتخابية، لأن الإعلام جزء أساسي. إذا كان الإعلام ما هوش حر وموشي مفتوح للجميع على قدم المساواة بشكل يعني عادل وبشكل حرفي، فإنه ما فماش انتخابات ديمقراطية، لأنه الوسيلة من الوسائل الأساسية للاتصال بالمواطنين هي الإعلام. وإذا كان يتم تحقيق يعني وضع اليد على الإعلام، فإنه هذا يجهز حركة النهضة والحزب الحاكم للفوز في الانتخابات القادمة. أعتقد أن سياسة الحزب في بخصوص الإعلام قائمة على المبدأ التالي: محاولة الهيمنة على أكثر ما يمكن من وسائل الإعلام، وفي صورة عدم تحقيق ذلك أو تحقيقه بشكل جزئي على الأقل تحييد ما تبقى، يعني كسب الجزء الهام من الإعلام وتحييد الجزء الآخر عبر الإخافة، عبر يعني سياسة الجزرة والعصا. ثم الجانب الثالث من توجه أو سياسة الدولة هو محاولة إغلاق كل الفضاءات العمومية، كل الفضاء العام بشكل يعني أكثر دقة على كل المناضلين المعارضين، وكل من له صوت معارض، وكل من له صوت لا يتناغم مع الجوقة الرسمية، مع جوقة يعني يعني نشرة الأنباء كما صارت الآن، كما أصبحت عليه نشرة الأنباء. وهذا كيف أصبحت نشرة الأنباء؟ كيف تقييمك لها؟ أعتقد أن عدنا إلى وضعية يعني لخصها الشاعر نزار قباني يعني عندما قال: يؤلمني أن أسمع الأخبار في الصباح، يؤلمني أن أسمع النباح. يعني صارت ثم توجه كبير في الإعلام في نشرة الأنباء على الوطنية الأولى، ثم توجه كبير نحو التطبيل لإنجازات الحكومة ولغة خشبية كنا قد نسيناها منذ سنة ونصف وعادت بشكل مكثف. قبل كان في نشر في الأخبار في التلفزة يعدونا بن علي، بن علي يطلع، بن علي يهبط، بن علي مشى على اليمين، بن علي مشى على اليسار، وينتهي الأمر. وبعد يمشوا الأخبار العالمية وإلى آخره. اليوم لأنه في وقت بن علي فماش حكومة، ما يهمهمش، ماشي مهمة أنشطة الوزراء. اليوم نشرة الأخبار تأخذ تعطينا يعني وزيرا وزيرا شنو عمل. هذه مش أخبار،
معناها هذايا دعاية وتطبيل و سي لا بروباغاند. ورجعنا الى نشرة الاخبار الدعائية، ما عادش نشرة الاخبار الحقيقية. واعتقد انه هذايا مثلا مهمة وتحول كبير في المشهد الاعلامي التونسي. ثلاثة محاور هذه الاساسية هي اللي تميز اليوم حسب رايي حسب تصوري سياسة الدولة كلها. الهيمنة على المفاصل الأساسية للدولة على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني أيضا، المؤسسات العمومية، الشركات الكبرى، مؤسسات الدولة إلى غيره. ثم محاولة تحييد الفضاء العام ومنع الناشطين من ولوج ودخول الفضاء العام واستغلاله من أجل التواصل مع المواطنين. ثم المسألة الثالثة هي الهيمنة والسيطرة على وسائل الإعلام والإعداد. كل هذا يندرج في أجندة حزبية، مش حتى نقول أجندة سياسية، هي أجندة حزبية وأجندة حزبية انتخابية. المشكل وين؟ أي حزب يجب يعمل حملة انتخابية متى شاء ويطلق حملة انتخابية حتى قبل أوانها، ولكن أنك تجر الدولة التونسية وأنك تجر المؤسسات مؤسسات الدولة وأنك تجر الحكومة وكل مصالح الشعب التونسي للطريق هذا وللسبيل هذه، انك تهز دولة كاملة نحو الانتخابات وتوظف مؤسسات الدولة كلها للأجندة الانتخابية، هذا يخلق وضعية فراغ على ما تبقى من الملفات. طالما انه عندكم وعي تام بالوضعية هذه وشخصتها كما شخصت انت، على فرض انه هي صحيحة التشخيص تاعك، انتم كمجتمع مدني علاش ساكتين تتفرجوا؟ كمعارضة احزاب سياسية كذلك علاش ساكتين تتفرجوا؟ كيفاش؟ يعني في نهاية الامر تكتفيوا بانكم تصرحوا بهذا والا بيانات والا تمد ولا ما فماش فعل ايجابي مثلا من اجل وقف هذا التيار؟ ثم فعل، احنا نسعى بكل جهدنا وبكل ما اوتينا من قوه رغم الصعاب والعراقيل اللي صارت لا تحتمل، لا تحتمل، تذكرنا بما كان عليه الوضع في زمن بن علي. يعني تحركات صعبه، مخاطر جمه، يعني حتى التنقل فيه مخاطر. أعتقد أن المجتمع المدني يبذل فيه جهد كبير ياسر من أجل تجاوز الإشكاليات هذه، من أجل أن يؤدي دوره، من أجل أن يلعب دوره. الأحزاب السياسية أيضا تسعى، ولكن لما يتم توظيف جهاز الدولة وجهاز الأمن وجهاز والأجهزة الجهوية والمحلية ودور الثقافة ودور الشباب ضد المجتمع المدني، ويتم توجيه يعني سلاح الدولة في صدور الناشطين السياسيين وفي صدور المناضلين، بطبيعه الحال وضعيه تصبح صعبه وامكانيات التحرك تصبح ومجالات تصبح ضيقه والفضاء الحريه يزداد يعني ضيقا يوما بعد يوم. ولكن لن يعني نستسلم لهذا الواقع. نحن نحاول يعني اليوم رغم هذا المنع ورغم ما مش نمشيو الى حي الرياض، احنا توا موجودين في حي الرياض مش نواصل وجودنا يوم كامل في حي الرياض، لانه فما ابناء تونس غاديك، فما شعب تونسي جزء لا يتجزا من الشعب التونسي بكل اطيافه في حي الرياض كما في حي التضامن كما في حي اي حي شعبي من احياء الجمهوريه التونسيه. هي احياء تعب فيها كل الطيف السياسي، كل التوجهات، كل الاراء، كل الافكار، وهي احياء متنوعه، احياء منفتحه. لكن لما تجي شرذمه ومجموعه وقله تسيطر على 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 دار الشباب وتمنعنا من ان ندخل دار الشباب، هي بطبيعه الحال تحدي جديد، تحدي جديد خلنا انه جاوزناه بعد الثوره، لكنه عاد وعاد بقوه. وكما صمدنا في السنوات سنوات الجمر سنصمد، سنصمد وس يعني ننتصر في النهاية، لأنه هذا هو منطق التاريخ، لأنه الحرية تنتصر دائما في النهاية مهما كان الوسائل اللي يجي يستعملها المستبد، فإنه في نهاية الأمر الحرية تنتصر. ما كان الشكل من أشكال الصمود مثلا لو كان اليوم أنتم ما استسلمتوش للقرار هذايا بالطريقة هذه، مثلا بحثتوا عن بديل، مثلا تشوفوا هو إذا كان القرار هذايا استند إلى مرسوم عن وزير الشباب والرياضة، لأنه هذه القاعات العمومية وفضلات الشباب والرياضة تبع وزارة الشباب والرياضة، تمشيو انتم إلى قاعات خاصة مثلا، كنتم تعملوا النشاط نتاعكم هذا ما قالوا وتوصلوا الميساج نتاعكم على قاعة خاصة. هذايا
السيد المعتمد ما قال قالوا باش نعملوا في اوتيل. لا احنا ما نحبوش ما نعملوش اوتيل. الشعب التونسي مش في الوتيل. الشعب التونسي في 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 الاحياء، الشعب التونسي في الشوارع، الشعب التونسي في في المعامل، في المصانع، في في الحقول. الشعب التونسي ماهوش في الوتيل، ما يمشيوش للوتيل. واحنا في شبكه دستورنا ما نعملوش اجتماعاتنا في الوتيل. وكنا دائما من بدايه الحركه هذه ما نستعملوش الاماكن هذه ونستعمل كامل الفضاءات العامه والفضاءات اللي فيها المواطنين، لانه زي انا نمشي الغني وجناح يرد عليا. مش هذا، نحب حوار حقيقي. نحب حوار حقيقي مع من يساندني الراي ومع من يخالفني الراي. مع الذي يعرف والذي لا يعرف. مع الذي لا يعرف والذي يريد ان يعرف. هذا هو الحوار الحقيقي. اما هل يحبوا يحصرونا في تراكن في بعض الاماكن الخاصه، في قاعات خاصه او في قاعات في نزل؟ لا، الاماكن العامه مفتوحه للجميع. هذا هو معنى الديمقراطيه وهذا هو معنى الحريه. بدون هذا زي الغايه ماهيش هي تنظيم الاجتماع، ان ننظم اجتماع. الغايه هي التواصل، واذا كان الاجتماع هذا ما كانش من التواصل ولهذا احنا من 25 مش نمشيو امام دار الشباب، وسنوزع يعني جوائز على الفائزين في المسابقه الرياضيه. ومش نوقفوا قدام دار الشباب من اجل التعبير عن احتجاجنا على هذا القرار. واضح لكم، احنا مواصلين معكم في بوليتيكا حتى مع ثلاثه. نتوقفوا شويه مع الموسيقى، بعد شويه